مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المهرجان الأكبر والأهم والأفضل والأقوى على مستوى المنطقة العربية بالكامل. خلي بالك ده المهرجان الدولي الأكبر في المنطقة. احنا كده في الدورة 44. طيب أنا لفت نظري جدا أنه فناننا ونجمنا الكبير أستاذ حسين فهمي، وطبعا هو رئيس المهرجان، وبيتكلم على التطوير اللي بيحصل في صناعة السينما، وطبعا كلام أمير رمسيس المخرج البارز والمهم جدا بالمناسبة، يعني وهو بيتكلم على أنه هناك الكثير من الأمور اللي ما كانتش موجودة قبل كده، والتطوير اللي بيحصل، والأسماء الكبيرة من أكبر صناع السينما على مستوى العالم متواجدين معنا في المهرجان السنة دي. ويمكن أمير رمسيس وشهادتي مش مجروحة، هو عارف أنا يعني أحب وأعتز بصداقته جدا، بس أمير تقدر تعتبره كده أنه هو إيه، رجل المهام الصعبة يعني. وبالتالي لما نلاقي أنه أمير أصبح هو المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، فأنت كده كمان مطمئن، يبقى في عندنا أستاذ حسين فهمي وعندنا أمير رمسيس، فأنا كده مطمئن وبطني بطيخة صيفي. خلونا ناخد معانا على التليفون مخرجنا المصري الكبير أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي. أهلا 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 يا أمير. الخير، اهلا، ازيك، واشكرك على الكلام الجميل اللي قلته ده. والله حاجه حقيقه يعني ما حدش يقدر ينكرها على الاطلاق. امير، يمكن لفت نظري جدا مساله انه احنا في المهرجان السنه دي عندنا مجموعه من اكبر الاسماء اللي موجوده في صناعه السينما على مستوى العالم، وبالتالي الدوره بتاعت السنه دي رقم 44 دي هي دوره فعلا مختلفه، دوره شديده التميز. اشرح لي اكتر على الموضوع ده. الحقيقه ان احنا من ساعه ما ابتدينا اعتقد ان احنا كنا محظوظين، طبعا في جهد كبير اتبذل، بس يعني كمان كان في نسبه حظ كبيره ان احنا يعني يبقى في هذا الجمع من الاسامي اللي قبلت انها تبقى موجوده في المهرجان، بدايه من الحدث الاهم، تكريم المخرج المجري رائع بيلا طارق، واحد من اهم المخرجين الاوروبيين الموجودين في يومنا هذا، مش بس عشان يكرم، بس عشان يعمل ورشه مع مجموعة من السينمائيين الشباب المصريين ويطور منها مجموعة من المشاريع القصيرة اللي هتتصور خلال الورشة. أعتقد الاحتكاك بمخرج بالحجم ده هي حاجة جديدة، احنا تعودنا دايما المخرج المشهور بيجي يعمل ماستر كلاس ساعة ساعة ونص، بيبقى أغلبه صحفي نزع أكتر، بس يعني الجزء العملي ده والجزء الاحتكاك ده أعتقد أنه جديد جدا، وأنا سعيد بيه. يعني فعلا كان عندي طموح أن حاجة شبه كده تحصل من زمان في مصر، تحديدا مع بيلا طارق اللي هو مش بس مخرج كبير جدا وعظيم، بس مهتم بتدريس السينما وبداية السينما في اكبر معاهد العالم. طبعا وجود ناومي كاواتسي المخرجه اليابانيه اللي راحت كان اكتر من مره وخدت اكتر من جائزه في كان ومهرجانات اخرى، وكمان المخرجه الرسميه الاولمبياد طوكيو 2020، بالاضافه لحاجات كتيره تانية هي متعدده المجالات الفنيه، بس فكره ان تيجي كرئيسه لجنه التحكيم وهو ما نظر اعتقد ان هي ما حصلتش قبل كده غير مرتين في مهرجان القاهره، سيده تكون هي رئيسه لجنه التحكيم، واعتقد ان دي رساله قويه ضد صناعه اعتقد ان هي يشهو بها شيء من الذكوريه في مصر. وجود مخرجه غزت العالم زي ناومي ده انجاز كبير جدا. اعتقد كمان ان عندنا على مستوى الافلام حضور الصناع بافلامهم ده حدث مهم جدا، ان المهرجان يبقى بيستضيف في الافتتاح فيلم ستيفن سبيلبرج الجديد اللي لا يختلف عليه اثنين انه احد اهم صناع السينما في العالم، والفيلم اللي يمكن مش هيشوفه الجمهور بره المهرجان قبل بدايه 2023، مما يعني ان في شيء من الثقه من الاستوديو منتج الفيلم في مهرجان حجم القاهره انه يقرر ان هو يفتتح المهرجان بيه. اعتقد دي كلها عوامل بتقول ان احنا يعني كنا موفقين. بعترف ان كان فيها شيء من الحظ، لان كان ممكن كل مجهوداتنا دي اللي استمرت شهور ما ينتجش عنها كل ده، بس يعني كان في حماس حوالينا كده سندنا ان احنا نطلع بالمشهد ده النهارده. طيب ده شيء عظيم جدا. الكلام اللي بتقوله ده بيخليني في دماغي فكرتين، واحده منهم تساؤل والثانيه قد تكون قضيه ما. التساؤل هو ان وجود حد زي بيلا طار ووجوده كمان مشرف على ورشه للتدريب وما الى ذلك، هل من الممكن المهرجان بشكل او باخر يبقى بيساهم في المزيد من دعم عمليه صناعه السينما في مصر، وتحديدا فكره التدريب والورش وما الى ذلك، انه يبقى في عندنا مدارس سينما او اكاديميات سينمائيه كبيره تيجي وتعمل بروتوكولات تعاون مع مدارسنا الموجوده هنا، يبقى ليها مش عايز اسميها فروع ولكن يبقى بروتوكولات التعاون القائمه؟ يعني طبعا عندي طموح لده، ممكن يكون ده مشروع طويل المدى برضه، خلينا
نعترف ان احنا يعني تولينا اداره المهرجان بعد فريق ناجح جدا عمل انجازات ملموسه على مدار 4 سنين طبعا. بس احنا ابتدينا في شهر اخر شهر مارس، الفتره اللي موجوده كانت تسمح بس بالتفكير في الدوره الحاليه، وان كنت اعتقد برضو ان يعني الدوره الحاليه قطعت خطوات يعني غير منتظره في ده، يعني احنا في جانب ورشه بيلا تايم نسيت اقول لك ان احنا عندنا ايرفن ليو واحد من مديري التصوير الامريكيين اللي عندهم مسيره مميزه جدا اللي هيعمل ورشه عمليه مع عدد من شباب صناعه السينما في مصر المهتمين بالتصوير، ودي بقى فاتحينها للجمهور من كل المدن، يعني مش بس مفتوحه للقاهره، اي حد من اي مدينه هنكسر شويه مركزيه صناعه السينما في القاهره، اي حد من اسوان من المنيا حابب يقدم يقدم، ولو اتقبل المهرجان هيتكفل ان هو يكون موجود ويحضر الورشه دي ويشارك في الفعاليات. عملنا منصه لتطوير الفيلم القصير مع واحده من اهم مؤلفاتنا مريم نعوم، اعتقد ان هي ممكن تبقى نواه ان هي تبقى مشروع لدعم الافلام القصيره قدام، بس على الاقل احنا دلوقتي بنقدم الدعم التقني فيها. وطبعا ملتقى القاهره السينمائي لا زال قائم اللي بيقدم جوائز لدعم الافلام للشباب الصناع، واعتقد عندنا جوائز مهمه جدا موجوده فيه السنه دي، وعندنا ضيوف. احتكاك صناع السينما من الشباب بيهم هو في حد ذاته نوع من الماستر كلاس. طبعا عندنا طموحات اكبر من كده بكتير، بس يعني انا زي ما بقول في نوع من المشاريع كده بيحتاج سنين لبنائه. طيب القضيه هي انه امتى هيبقى الافلام بتاعت، انا بقول ده على خلفيه كلامك على مشاركه الفيلم الجديد لستيفن سبيلبرج، على مساله طب امتى هتبقى الافلام اللي موجوده في المهرجان موجوده في الشارع زي زمان، فكان يبقى الفيلم كما يعرض في المهرجان موجود في السينما، كان زمان يبقى موجود في وسط البلد زي ما كنا بنقول، فهل هنرجع تاني كده ولا ايه؟ يعني اعتقد الموضوع محتاج شويه وقت، يعني احنا تدريجيا الاداره اللي فاتت كان في سينما الزمالك، كان في عرض ان يبقى في سينما الزمالك اللي بيعرض فيها الافلام بتاعت المهرجان، في بروتوكول اتعمل مع الجامعه الامريكيه مع مركز التحرير الثقافي قاعه ايوت لعرض الافلام فيها، والسنه دي كمان هتستضيف فعاليات اهم لان العروض الاولى للافلام القصيره هتحصل فيها مش بس الاعداد، ففي توسع في الناحيه دي. بس يعني هي في اشكاليه تحديدا ليها علاقه بالميزانيه كمان، ازاي تقدر يبقى عندك ميزانيه انك بدل ما تاخد حق عرض فيلم مرتين او ثلاثه ان انت تاخده 7 8 مرات عشان تعمل الدوره دي. زمان يمكن ايام الخام و35 اللي كانت النسخه بتيجي مصر بتتعرض يعني عشرات المرات، بس الوضع اتغير مع التقنيات الحديثه. صحيح. موزع فيلم هو بيفتح لك اكسس ان انت تعرض الفيلم في الوقت اللي انت هتعرضه فيه في القاعه اللي انت هتعرضه فيها، يمكن برضه فكره ان احنا يبقى عندنا ميزانيه تسمح ان احنا نزود عدد العروض لكل الافلام عشان نفتح ده، اكيد خطوه نفسنا فيها بس محتاجه برضه يعني تدرس شيء من العمل على الميزانيه. صحيح. انا بشكرك جدا امير، الى ان نلتقي اذا سمحت في هذا البرنامج نتكلم اكتر على صناعه السينما بشكل عام ونتكلم على المهرجان بشكل خاص. شكرا جدا 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 مخرجنا البارز امير رمسيس.